أعلن انطلاق عملية برية واسعة ضد مواقع تنظيم الدولة في تلال القاع ورأس بعلبك. الشرطة الإسبانية تنفي أنباء مقتل منفذ هجوم برشلونة في إطلاق نار بمنتجع كامبريلز وتعلن اعتقال 4 مشتبه بهم. الأمم المتحدة تطالب التحالف العربي بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى اليمن وتتهم أطراف النزاع بإهدار فرص الحل السياسي. أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، تأتيكم من التلفزيون العربي في لندن. أعلن الجيش اللبناني انطلاق عملية فجر الجرود ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث سمع عدوي انفجارات عنيفة ومتواصلة في منطقتي تلال القاع ورأس بعلبك. ويحاول الجيش اللبناني التقدم والسيطرة على بعض التلال التي يتحصن فيها مسلحو التنظيم، وذلك بعد مرحلة من تصعيد قصفه لتلك المواقع برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة. وقالت مصادر محلية إن القصف بدأ منذ 1:30 فجرا بالتوقيت المحلي، بينما شوهدت آليات عسكرية تتجه من منطقة القاع إلى رأس بعلبك، ومن ضمنها مدرعات وناقلات جنود. وكان الجيش اللبناني قد بدأ فعليا منذ فترة عمليات القصف المكثف على مواقع بالتنظيم في المنطقة تمهيدا لهجوم بري لاستعادة مزيد من المرتفعات والنقاط التي يتحصن فيها مسلحوه. وفور إعلان انطلاق العملية، قال حزب الله اللبناني إنه بدأ عملية عسكرية مشتركة مع جيش النظام السوري ضد المواقع المتبقية في يد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية على حدود سوريا مع لبنان. ويقع الهجوم المشترك لحزب الله وجيش النظام السوري داخل الأراضي السورية، بتزامن مع إعلان الجيش اللبناني بدأ هجوم بري مماثل على التنظيم من داخل الأراضي اللبنانية. إلا أن الجيش اللبناني نفى أن يكون هنالك أي تنسيق مسبق بينه وبين الجيش السوري في سير عملياته العسكرية. إلى برشلونة، حيث نفت الشرطة الإسبانية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل منفذ عملية الدهس التي أودت بحياة 14 شخصا هناك، وذلك يوم الخميس الماضي، ورجحت أن يكون في حالة فرار. وكانت صحف إسبانية قد نقلت عن مصادر أمنية قولها إن منفذ العملية قد يكون ضمن 5 أشخاص قتلتهم الشرطة بالرصاص في منتجع كامبريلز الساحلي في إقليم كاتالونيا بعد الهجوم بساعات. وأوضحت الشرطة أن المهاجمين 5 كانوا مسلحين بفأس وخناجر، وكانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة، وأنهم حاولوا دهس عدد من المارة وضباط شرطة في منتجع كامبريلز الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن برشلونة. وأعلنت الشرطة في وقت سابق اعتقال 4 أشخاص في سياق التحقيق في الهجمات، كما أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق 4 أشخاص آخرين. الحياة في برشلونة الإسبانية تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل أن تدهس شاحنة صغيرة حشدا من المارة وزوار جادة إلى رامبالا، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما، ثم لاذ سائقها بالفرار. ولم تمض ساعات حتى أعلنت الأجهزة الأمنية في كاتالونيا مقتل 5 أشخاص على يد قوة الأمن في عملية للشرطة بمنتجع كامبريلس الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن برشلونة، وأكدت أن 5 كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأحزمة ناسفة مزيفة. وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن متحدث باسم شرطة كاتالونيا قوله أن منفذ هجوم برشلونة قد يكون من ضمن 5 مشتبه بهم قتلوا رميا بالرصاص بعد أن حاولوا تنفيذ عملية دهس ثانية ضد المارة وقوات الأمن قرب شاطئ كامباراليس. وأوضحت أن الشرطة حددت هوية 3 منهم، وهم شبان من أصول مغربية تتراوح أعمارهم بين 17 و24. التحقيقات التي يجريها الأمن الإسباني على وجه السرعة كشفت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لهجوم أو لعدة هجمات أخرى في برشلونة، غير أنهم تخلوا عن خططهم تلك بسبب شح الموارد. قد عانى هذا البلد من هجمات إرهابية خلال سنوات عديدة استهدفت حياة المدنيين وكانت ضد حرياتهم وحقوقهم.
إن الحرب على الإرهاب هي معركة عالمية وليست ضدنا فحسب، بل ضد كل الدول التي تدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقيم والمبادئ التي شعرنا دائما بالفخر تجاهها. برشلونة التي ارتبط اسمها بالفن والرياضة والفرح عاشت يومين داميين، واتشحت هي الأخرى بالحداد بعد أن طالتها آفة الإرهاب التي حصدت أرواح ضحايا من 34 جنسية. تحولت عمليات الدهس باستخدام السيارات إلى أحد الأساليب التي يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجماته خاصة في أوروبا. أسلوب الهجمات هذا كان استخدم على شكل تصرفات فردية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وفي مناطق الإيغور في الصين ضد قوات الشرطة. التقرير التالي يراجع تاريخ هذه الهجمات وتحولها إلى أسلوب لاعتداءات إرهابية في أوروبا. رخيصة التكاليف، سهلة التنفيذ ومن الصعب منعها، هي العوامل الثلاثة التي جعلت من عمليات الدهس أحدث أسلحة ما يسمى بالدولة الإسلامية، وهي العوامل ذاتها التي وضعت هذا التكتيك في صدارة أنماط العمليات الإرهابية اليوم. لكن كيف بدأت هذه الفكرة؟ أو من أين اقتبسها التنظيم؟ في مراجعة سريعة، لا يمكن فصل عمليات العربات المفخخة عن سياق هذا النمط الجديد الذي شاع منذ الخمسينيات في أكثر من بلد، لكن أعنفها كان في الدول التي دارت فيها حروب أهلية طاحنة مثل إيرلندا ولبنان الذي شهد عشرات العمليات التي حملت هذا الطابع. لاحقا وتحديدا في العام 2008 نفذت ثلاث عمليات دهس في الأراضي الفلسطينية، أكبرها كان في القدس عندما دهس فلسطيني حشدا من الشرطة الإسرائيلية ما أدى إلى جرح نحو 19 منهم. وفي العام ذاته انتقلت عمليات الدهس للمرة الأولى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، إذ نفذ شخصان من أقلية الإيغور المضطهدة في الصين عملية مشابهة باستخدام شاحنة ضد الشرطة ما أدى إلى مقتل 16 منهم. ظل هذا السلاح لاحقا محصورا في إسرائيل وفي الصين على الرغم من استخدامه في بعض الحوادث الفردية في عدد من الدول قبل أن تنقله الدولة الإسلامية في العام 2014 إلى أوروبا، وتحديدا مدينة ديجون الواقعة جنوب العاصمة باريس في عملية أدت إلى جرح 11 شخصا. وكرت السبحة لتستهدف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، لكن عملية برشلونة الأخيرة تبقى الأعنف إذا ما استثنيت العمليات التي جمعت بين الدهس وإطلاق النار أو التفجير. واليوم باتت هذه العملية الإرهابية تشكل التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في أوروبا وغيرها من الدول، خصوصا أن الأمن الاستباقي يبدو سلاحا ضعيفا في وجه هجمات من هذا النوع لا تتطلب الكثير من الجهد على صعيد التخطيط أو التنفيذ. قتل شخصان وأصيب ستة آخرون في اعتداء بسكين في مدينة توركو الفنلندية بحسب الشرطة التي قالت إنها أطلقت النار على مشتبه به وحذرت من وجود آخرين. كما عززت الشرطة من وجودها الأمني في مطار هلسنكي ومحطات القطارات ورفعت مستوى التأهب الأمني. طالبت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية والتحالف العربي بضرورة السماح بإدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وفي جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن أطراف النزاع في اليمن يضيعون الفرصة تلو الأخرى للتوصل إلى حل سياسي. من جانبه اتهم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين الحكومة اليمنية والتحالف العربي بإصرار كل منها على عرقلة وصول الشحنات الإنسانية. حتى الآن ما تزال الحكومة اليمنية والتحالف في بعض الأحيان يلتفان على آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عبر قيامهما بمنع دخول سفن تحمل شحنات أساسية أو تأخير دخولها بشكل تعسفي. ببساطة إنه من الخطأ الإصرار على أن تذهب تلك الشحنات إلى عدن وليس الحديدة.
قال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن لدى بلاده مخاوف كبيرة بشأن أمن القطريين في السعودية، وحمل الرياض مسؤولية سلامتهم. وأضاف الوزير القطري في مؤتمر صحفي عقده في أوسلو أن مستوى التوتر بين الدولتين واللغة والنبرة التي تستخدمها وسائل إعلام سعودية تنشر الكراهية ضد القطريين وتمثل مصدر قلق كبير للدوحة. إلى واشنطن عاد ستيفن بانون إلى موقعه السابق كمدير لموقع برايت بارت نيوز اليميني المحافظ، وذلك بعد إقالته من منصبه كمستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير خبرائه الاستراتيجيين. ورحب سياسيون ديمقراطيون بإقالة بانون المعروف بدفاعه عن فكرة تفوق البيض، إلا أنهم شككوا في أن الإطاحة بمهندس انتصار ترامب الرئاسي قد يغير توجهات البيت الأبيض. ويعد بانون القوة الدافعة خلف أجندة الإدارة الأمريكية الحالية المناهضة للعولمة وتوجهاتها القومية، إلا أن الخلافات بين بانون وشخصيات أكثر اعتدالا داخل الفريق الرئاسي قد احتدمت في الآونة الأخيرة. وكانت تصريحات أدلى بها بانون مؤخرا تحدث فيها بصراحة عن استهداف خصومه داخل الإدارة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وحددت مصيره. في الشأن الأمريكي أيضا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خياراته بخصوص استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان. وأضافت عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد بولاية ميرلاند أن السياسة الجديدة بشأن أفغانستان سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخيارات المطروحة على ترامب تتراوح بين انسحاب كامل من أفغانستان أو الحفاظ على الوضع الراهن لنحو 8400 جندي أو زيادة طفيفة أو خفض بسيط يركز على مكافحة الإرهاب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ألمانيا تتهم تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية في تصعيد آخر للتوتر بين البلدين. أهلا بكم من جديد. أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اعتقال الرائد محمود الورفلي الذي تتهمه الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي. وفي بيان لها أوضحت قوات حفتر أنه تم اعتقال الورفلي وهو يخضع للتحقيق. وكانت الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الورفلي بشبهة قتل مدنيين وجنود مصابين خلال العام الماضي. اعتقال الرائد محمود الورفلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على معظم مناطق شرق ليبيا تعلن أن الورفلي معتقل وهو قيد التحقيق، لكن تلك القوات لم تعلن في بيانها أنها ستسلمه للمحكمة الدولية. الرائد محمود الورفلي هو قائد وحدة خاصة في قوات حفتر يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل وإعدام جماعي. الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتهم الورفلي بتنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومسلحين مصابين بين عامي 2016 و2017، كما اتهمت الورفلي بارتكاب جرائم حرب عبر تورطه في مقتل أكثر من 30 شخصا في مدينة بنغازي. وفي تحدي لمطلب العدالة الدولية، رفض المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة لحفتر مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعوضا عن ذلك طالبها باعتقال الخصوم. منظمة Human Rights Watch من جانبها طالبت برلمان طبرق المساعدة على تسليم الورفلي للجنائية الدولية. اختبار صعب تمر فيه قوات حفتر، فهي أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن ترضخ للضغط الدولي وتسلم الورفلي وبذلك تكون قد تخلت عن واحدة من أبرز قادتها، أو أن ترفض تسليمه وهو ما يضعها في مواجهة صعبة أمام المجتمع الدولي الذي تسعى أساسا لكسبه بدعوى محاربة الإرهاب.
ندد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتراك ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم للاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وذلك في الانتخابات المقبلة المزمعة في شهر سبتمبر المقبل. واعتبر غابرييل تصريحات أردوغان بمثابة تدخل في الحملة الانتخابية في بلاده. وقال غابرييل المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن دعوة أردوغان تدخل استثنائي في سيادة ألمانيا، وحث الألمان على الرد من خلال تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات والتصويت للأحزاب التي تدعم الديمقراطية حسب قوله. التصريحات الألمانية هذه تأتي بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين الألمان المنحدرين من أصول تركية إلى عدم التصويت للأحزاب التي وصفها بالمعادية لبلاده، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل. وأشار أردوغان إلى أن تلك الأحزاب تعتقد بأنها ستحصد مزيدا من الأصوات بقدر تهجمها على تركيا، وعد أن المسؤولية لا تقع على تركيا في خفض حدة التوتر بين أنقرة وبرلين. التوجه إلى أبناء جلدتي في ألمانيا لا تدعم الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، فهؤلاء أعداء تركيا ودعموا الأحزاب التي لا تعادي بلادنا، فهي مسألة كرامة لمواطنين المقيمين في ألمانيا. أدلى الرئيس السوداني عمر البشير بتصريحات دافع فيها عن مشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على نهر النيل، مفادها أن حصة الجانب المصري من مياه النيل لن تتأثر بالمشروع. التصريحات التي أدلى بها البشير في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي اعتبرت بمثابة تغير في موقف السودان الرسمي من المشروع وانعكاسا لحالة الجفاء بين القاهرة والخرطوم. إثيوبيون فرحون باستكمال أشغال واحدة من منشآت سد النهضة على نهر النيل، ما يطمئن على أن العمل جار على قدم وساق. عندما يكتمل هذا المشروع الضخم في غضون عام ستصبح إثيوبيا أكبر منتج للطاقة الكهربائية في القارة السمراء، وقد يصبح البؤس والمجاعات في تلك البلاد ذكرا من الماضي. رهانات أديس أبابا على هذا المشروع في تحقيق النهضة تقابله هواجس نكسة مائية في دول المصب، لكن المخاوف المصرية والسودانية ليست على مستوى واحد. السودان لا تخشى شح المياه بل وفرتها، مخاوف من أن ينهار السد الذي يعتقد أنه بني على موقع تربته هشة وتغرق مدن سودانية بما فيها الخرطوم تحت الماء. أما مصر التي تعتمد على النيل شربا وزراعة فتخشى العطش والجوع. منذ أن كان مشروع سد النهضة مجرد تصميم على الورق سعت القاهرة بشتى الأساليب إلى وقفه، مستخدمة الإغراءات تارة وملوحة بالتحكيم الدولي تارة أخرى. في المقابل ترى إثيوبيا أن اتفاقية توزيع مياه النيل الموروثة عن زمن الاحتلال البريطاني غير منصفة وينبغي تعديلها وفقا لمعطيات بيئية وديمغرافية جديدة. كان على مصر الدخول في مفاوضات ثلاثية مع إثيوبيا والسودان كما تقتضيه التفاهمات الموروثة عن العهد البريطاني. لحد الآن خاضت الدول الثلاث 14 جولة من المفاوضات ولم تحقق الدبلوماسية المصرية الكثير، فأشغال السد تجري كما خططت إثيوبيا، والموقف السوداني يلين أكثر فأكثر، بل يبدو مساندا لحق دول المنبع في إقامة مشاريع مائية على السد، الأمر الذي لا تستسغه القاهرة وتعتبره جهدا سودانيا لوضع صخرة في مجرى النيل. تعد السودان بحسب اتفاقية عام 1902 البلد الوحيد المخول له الاعتراض على مشاريع مائية تقيمها إثيوبيا على النهر، لكن الموقف السوداني كان أكثر ليونة مع أديس أبابا، ما تعتبره القاهرة خذلانا لمصر وللعروبة. أسباب كثيرة تحكم الموقف السوداني، فالسد الإثيوبي يولد طاقة كهربائية مغرية، كما أنه سيضمن انسياب مياه النيل بصورة منتظمة تقلل من حدوث فيضانات مدمرة في الجانب السوداني.
وفي الوقت الذي ظلت فيه إثيوبيا الجارة الوحيدة التي حافظت على الود مع نظام الرئيس عمر البشير طيلة 26 عاما، ظلت علاقات الخرطوم مع القاهرة تتأرجح بين الفتور والتصعيد والاستفزاز، وما مثلث حلايب الحدود إلا بؤرة توتر لصداع مزمن بين البلدين. حذر نشطاء سياسيون وحقوقيون موريتانيون من عودة حالات الاختفاء والاختطاف القسري بعد اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة دون توجيه اتهامات واقتياده لجهة مجهولة. وتوالت التحذيرات من تعرض ولد غدة للانتهاكات بسبب تصريحات توعد فيها بالكشف عن أدلة على فساد رجال في النظام من بينهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة. 8 أيام مضت على توقيف الأمن الموريتاني للسيناتور محمد الغدة دون أن تتوفر لدى أسرته أي معلومات عنه أو عن مكان اعتقاله. تركزون على مسألة واحدة على الأقل ما عندها وجه قانوني قد حد يعرقلها به، وهي اللي تدل على الاختطاف، هي عودان الأسرة لا علم لها بمكان وجود سيناتور محمد الغد. توقيف الغد الذي ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية من الناحية النظرية على الأقل أثار موجة غضب وسخط في أوساط المعارضة، هذا في ظل تزايد المخاوف من إمكانية أن يكون قد تعرض للتعذيب النفسي أو الإكراه البدني، الأمر الذي ترفض الأطراف المحسوبة على السلطة أي تعليق عليه بحجة أن القضية ما تزال معروضة على القضاء. حاجهون الشيوخ كغرفة والصداول. محمد الغدة يشار إليه بالبنان في قضية إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية المثيرة للجدل، وإن أشير إليه وإلى مجلس الشيوخ من ورائه بأصابع الاتهام على خلفية ذلك. أقضينا على المجلس أمانا، أقضينا على المجلس، الغينا المجلس، الغينا مجلس الشيوخ. علاقته الغدة مع السلطات الحاكمة بدأت تسوء أكثر مع الإعلان عن سعيه لتشكيل لجنة في مجلس الشيوخ قبل أن يتم حله لمتابعة الرئيس وأفراد أسرته فيما وصفت بأنها قضايا فساد. واحتد الخلاف أكثر بعد نشره تسجيلات تتهم الرئيس بمغالطة الشعب في حقيقة إطلاق النار الذي تعرض له قبل فترة والذي كاد أن يودي بحياته. قضية السيناتور محمد الغدة تعتبرها الأغلبية الحاكمة قضية قانونية بامتياز، فيما تصفها المعارضة بأنها تصفية حساب سياسي تنتهك كل الأعراف والقوانين. محمد عبد الله ممي، التلفزيون العربي، نواكشوط. أعلن الصليب الأحمر الدولي ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في سيراليون إلى أكثر من 400 قتيل، فيما يزال أكثر من 600 شخص في عداد المفقودين. ووجهت المنظمة نداء لتقديم تبرعات إلى هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يفوق حجم الكارثة قدرات استيعابه لها. مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. صوت عزاء للمئات ممن قضوا في فريتاون. لمنكر ونكير يتعبأ الإمام بطقوس الموت الذي شقت له بطن الأرض لتضم أكثر من 400 شخص قضوا في واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد. هنا في قرية واترلو القريبة من عاصمة سيراليون ينضم ضحايا كارثة الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى جانب من قضوا بوباء إيبولا في عامي 2014 و2015، كارثة تلو أخرى. الفيضانات توفر أرضا خصبة للبعوض ويمكن أن تسبب أو ترفع على الأرجح نسبة الإصابة بالملاريا وغيرها من الأمراض الوبائية. أما الصدمة فهي قضية رئيسية بالنسبة للمتضررين من هذه المأساة. قمة الأسد التسمية المعربة لسيراليون هو أيضا بلد الأمطار الموسمية التي رسمت مطلع الأسبوع مشاهد مرعبة كهذه. رأيت التلال على قمة الجبل تنزل مثل النار، كان الصوت كالرعد وكانت العاصفة قادمة مثل إعصار. لقد تم طمر عدد كبير من المنازل. بلد الماس هذا يواجه أزمة تفوق قدراته، لا يستطيع تجاوز كوارثه إلا بشق الأنفس، فيما لا يملك الرئيس أرنست باي كوروما سوى أن يهيل التراب على من قضى
وهو يواجه انتقادات إزاء عوامل فاقمت من حجم مأساة وطبعت الحزن على المحيا. والآن إلى جولة على أهم أخبار الرياضة والدوريات العربية والعالمية. تنطلق الليلة الجولة الأولى من مباريات الدوري الألماني بقمة مثيرة تجمع حامل اللقب بايرن ميونخ بضيفي باير ليفركوزن، ويتطلع النادي البافاري إلى تحقيق انطلاقة قوية على الرغم من المصاعب التي واجهها الفريق أثناء فترة الإعداد من حيث السفر وخسارة المباريات الودية، إلا أن الفوز بالسوبر الألماني قد رفع من معنويات كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وفي المقابل يطمح ليفركوزن إلى تصحيح مسار الموسم الماضي المخيب لآمال عشاقه والعودة إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية هذا الموسم على أقل تقدير، وسيفتقد الضيوف خدمات قائدهم لارس بندر بداعي الإصابة. أكد المهاجم الإسباني دييغو كوستا رفضه العودة إلى فريق الحالي تشيلسي، وذلك بعد أن فرض النادي الإنجليزي غرامة مادية على اللاعب بسبب غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجاري. وأعلن كوستا أنه اتخذ قراره بالعودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، إلا أن تشيلسي يرفض إخلاء سبيله، ولا يزال اللاعب يتواجد في موطنه الأصلي البرازيل بعد قرار المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عدم الاعتماد عليه خلال الموسم الحالي. تسابق إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الزمن لإنهاء جميع المتطلبات المالية للنادي كي يتمكن من استخراج الرخصة الآسيوية قبل نهاية الشهر الجاري، ويعد هذا الشهر الفرصة الأخيرة أمام جميع الأندية لكي تتمكن من الحصول على الرخصة التي تؤهلها إلى المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، والتي لم يشارك فيها الاتحاد في العام الماضي بسبب عدم إيفاء بالشرط المالي إثر الديون التي كان وما زال يعاني منها حتى اللحظة. وفي ملاعب الكرة الصفراء تأهل البلغاري غريغور ديمتروف إلى الدور ربع النهائي لبطولة سنسناتي الأمريكية للتنس بعد تغلبه على منافسي الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ولأول مرة في تاريخ مواجهتهما بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و7-5 ليحجز موعدا مع الياباني يويتشي سوجيتا في دوري الثمانية. يسعى فريق من الباحثين إلى بث الكسوف الشمسي الذي ستشهده الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة عبر الإنترنت للمرة الأولى، وذلك من مواقع تصوير ممتازة وغير معتادة. وسيستخدم الفريق مناطيدا في أنحاء البلاد ستعرض للجمهور مشاهد من السماء فيما يحجب القمر وجه الشمس. وأقام فريق باحثين من جامعة ولاية مونتانا شراكة مع وكالة نازا لأبحاث الفضاء في مشروع لإرسال أكثر من 50 منطادا لارتفاع يفوق 24,000 متر لالتقاط وقائع الكسوف الشمسي لدى مروره على البلاد الاثنين القادم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.